مسجد بني أنيف أو مسجد مصبح، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فيما كان يعود طلحة بن البراء قريبا من أطمهم، كان هنا في أطم يعني قلعة أو نعم، يقال له مسجد بني أنيف لوقوعه في قرية بني أنيف، وهم حي من بري، يقال إنهم بقية من العماليق وكانوا حلفاء لبني عمرو بن عوف من الأوس، ودارهم بين بني عمرو بن عوف بقباء وبين العصبة، ويقع هذا المسجد في جنوب غرب مسجد قباء وعلى يمين القادم إلى المدينة المنورة عن طريق الهجرة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي طلحة بن البراء يعوده، ولما توفي جاء لتعزيته، وفي أثناء ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام في موضع هذا المسجد. فقد روى أبو داود عن الحسين أن طلحة البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لأرى طلحة إلا قد